السلام عليكم عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم مشاهدي الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم أفلا تبصرون حلقة اليوم في غاية الأهمية هي عن الوراثة هذا العلم ربما كثير من المثقفين والنخب في مصر وفي غيرها من الدول العربية يعني لا يعلمون شيئا عن هذا العلم ولكن بفضل الله نحن في ديننا نسبق كل الأمم و وسنرى في خلال هذه الحلقه بحول الله وقوته مشاهدينا الكرام دعوني ارحب بضيفي وضيفكم الكريم فضيله الدكتور محمد العجرودي عضو الهيئه العالميه للاعجاز العلمي في القران والسنه مرحبا بك في الدكتور. اهلا بكم السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله يعني من الموضوعات الحديثه موضوع طب الوراث نعم. او علم الوراث نعم. يعني كيف نتحدث عن هذا العلم نعم م. دعونا آه ندخل الى آه قبل ان نتكلم يعني طبعا بالتاكيد النبي صلى الله عليه وسلم آه اكمالا للسؤال آه تحدث عن هذا عن هذا العلم يعني. نعم ولكن احنا نأخذ بس جزئيه العلم وبعد كده نتكلم عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو علم الوراثه م. علم آه حديث الاكتشاف م. آه مقارنه بكثير حديث من العلوم الطبيه نعم م. يعني في العقود الاخيره من آه زمن آه علوم الطب وهذا العلم يتحدث عن الصفات التي تنتقل من جيل الى جيل وتحمل على ما يسمى بالجينات الجينات هو الاسم الاشهر ولكن الاسم اللي باللغه العربيه المورثات اللي هي تحمل الصفات الوراثيه <applause> من الوالدين او مما على من الجدود م. الى الابناء تمام وفي نفس الوقت هذه الجينات تحمل م. على ما يسمى بالكروموسومات ايوه الكروموسومات هي كلمه يعني لاتينيه كرومو يعني صبغه او م. لون سوم يعني جسم يعني جسم يقبل الصبغه يعني جسم يتلون او م. يحدث عليه اصطباغ نعم فالكروموسومات هذه او الصبغيات هي التي تحمل الجينات وهي التي تنتقل من خلال المادة الوراثية التي تنتقل سواء من الحوين المنوي أو من البويضة ما يحدث الاندماج فتتكون النطفة الأمشاج بما فيها من مادة وراثية منتقلة من الأب ومن الأم تحمل صفات وراثية قد تكون سائدة وقد تكون متنحية يعني سائدة يعني في مثلا افريقيا اللون الاسمر يسود نا. في مثلا اوروبا اللون الابيض يسود م. دي دي صفه وراثيه سائده نا. لما تيجي بقى في اللون الابيض في افريقيا تبقى كده صفه متنحيه نا. ولما يجي اللون الاسود في اوروبا في الوراثه ده تبقى صفه, صفة. آه. متنحيه, متنحية برضو. وهكذا م. تمام. صفات الوراثية طبعا لها مناحي كتير في صفات وراثية تراكمية م. وفي صفات وراثية تنتقل بشكل مباشر م. وهكذا م. تمام طيب احنا دلوقتي عرفنا العلم نعم وكما تفضلت ان هذا العلم هو حديث نعم يعني او عرف حديثا نعم تمام بالنسبة للبشرية وبالنسبة للغرب طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذا نعم يعني عندنا في الدين دليل على اننا يعني كما انا قلت في بدايه الحلقه ان احنا بفضل الله نسبق هؤلاء نعم منذ نعم منذ 1400 عام احسنت هو كذلك فعلا وهو مم. تعريف الاعجاز العلمي ان الاعجاز العلمي في القران او في السنه وهنا اليوم سنتحدث عن السنه نعم هو سبق السنه النبويه المطهره مم. بحقيقه علميه ثبت عدم امكانيه ادراكها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الله ولم الله تدرك الا في العصر الحديث وبالوسائل المتاحه هكذا نقول انه اعجاز بتاكيد. فكيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم لابد انه رسول يوحى اليه من ربه سبحانه وتعالى نا. ليعلم البشريه م. الحديث الذي ذكره الحبيب صلى الله عليه وسلم او يعني من جمله احاديث تحدث اشار فيها الى علوم الوراثه، م. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر جينات ولا كروموسومات ولا غير ذلك، وانما اشار الى ذلك اشارات واضحه لكل ذي لب ولكل قلب محايد لا اقول حتى مؤمن برسول الله صلى <applause> الله عليه نعم. وسلم. كل قلب يفكر نعم آه، الحديث نعم. في الصحيحين في م. اعلى درجات الصحه م. من حديث ابي هريره رضي الله عنه يقول قال الصادق صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اتى رجل فزاري يعني من بني فزاره م. من قبيله بني فزاره اتى رجل فزاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم م. وقال له يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. إن إن امرأتي م. ولدت غلاما أسود. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ م. قال: إن فيها لورقا. قال أن أتاها ذلك. قال لعله نزعه عرق مم. فقال صلى الله عليه وسلم وابنك هذا نزعه عرق او كما قال صلى الله عليه وسلم. الله واله وسلم. الحديث هيحتاج لا لا احنا بس احنا بنطلب بس يعني اعزائي المشاهدين يعني تامل هذا الحديث وتدرج في اسئله النبي صلى الله عليه وسلم يعني, اه نعم. نعم. يعني من فضلك بقى يعني تعبك شويه لا والله يسعد آه ربنا بيك يا رب. حديث في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيك عدنا الحديث تاني. نعم. بالراحة كده عشان نفصل هنعيده عند الكلمات احنا قلنا الاول نص كده نعم. متصل يعني م. م. فالحديث يقول على روايه ابي هريره م. رضي الله عنه يقول أتى, ر... اتى رجل فزاري الى رسول الله صلى الله, صلى, صلى الله عليه وسلم نعم فقال له يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود الرجل من بني فزارة بني م. فزارة هذه م. قبيله مقاربه في الجزيره العربيه لاهل الشام وبالتالي ابناء هذه القبيله يتميزون كيفما يتميز معظم اهل الشام بلون البشره البيضاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امراتي ولدت غلاما اسود السؤال ملؤه الشك وملؤه التعجب وملؤه الاستوحاش، خاصة أن أنا في رواية أخرى موجودة أيضا في البخاري في البخاري ومسلم يقول في الصحيحين يقول فيه الرجل اللي هو ضمضم ابن قتادة رضي الله عنه اللي هو الرجل الله. الفزاري هذا يقول وإني أنكرته أي لسواد لونه <applause> تمام؟ إن امرأتي ولدت غلاما أسود، جاي يشتكي شكوى وقلبه آه. مليء بالشك والضيق آه. في قلبه شف فانظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يرد آه يعني هل هل في قلبه شف طبعا طبعا آه. لان اللون مخالف آه عن, عن لون القبيله كله أيوة. عن لونه هو ولون امه آه. يعني ف... هتحصل كارثه آه. هتحصل كارثه فخد بالك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال آه. له ايه خدوا بقى إيه آه. الى ما يعهد شوف خد بالك بقى ما خدوش الى علم الوراثه على طول خدوا آه. الى ما يعهد آه. فقال له هل لك من ابل؟ شوف السؤال جاي يقول له ان امرأتي ولدت غلاما اسود بص الاجابه النبويه آه. بسؤال اخر هل رحل. لك من ابل؟ آه. فطبعا النبي يسال اعرابي ويعلم انه يعلم الابل جيدا فقال له نعم مم. فقال ما لونها؟ قال حمر اللي هو اللون يعني يا رب تكون الصور ماشيه معانا اللون اللي مم. مم. الضارب للحمره من لون معروف بالنسبه لنا كلنا م. في لون الابل لون الجمال أي. اللي هو الاصفر الضارب للحمره فالأعرابي قال له حمر ده اللي هو اللون السائد تمام فبص النبي صلى الله عليه وسلم خده بقى للون المتنحي أه. قال له هل فيها من اورق الأورق هو اللون الضارب للسمره أه. يعني اللون سواده مش صافي أه. يخلطه لون ثاني أه. بيسموه العرب اورق أه. ولكنه لون مخالف لون مخالف عن عن الصفه السائده ومتنحي ايوه خد بالك أه. فقال له هل فيها من اورق نبي سأل عن اورق واحد م. فقال ان فيها لورقه الاعرابي كثر. لا. ما انت لسه قايل حمر ما قلتش ليه حمر م. وورق م. انما هو اتكلم بالصفه السيده قال حمر م. فقال ان فيها لورقه يعني مش اورق واحد م. فالنبي صلى الله عليه وسلم بادره بالسؤال الثالث السؤال الاولاني كان ايه هل لك من ابل م. السؤال الثاني ما لونها م. السؤال الثالث هل لك هل فيها من اورق ايوه السؤال الرابع قال له ان اتاه ذلك أن أتاها ذلك جالها منين؟ اللون الأورق ده لما هي حمر. ايه التدرج؟ ايه التدرج والعظمة في أوه. هذه الأشياء. خذ بالك نعم أتاها ذلك؟ بص انتزع الإجابة من مين؟ من الأعرابي نفسه. مم. فقال لعله نزعه عرق لعله مم. احتمال أيوه نزعه أي غلب عليه مم. عرق وهو ما أسميناه اليوم كروموسوم نعم و... لعله نزعه عرق لعل غلب عليه صفة وراثية انتزعت اللون الأورق من بين الحمر دول غلب الله خلت اللون وصلا. الأورق يظهر نزعه عرق فقال له وابنك هذا نزعه عرق أو مم. كما قال صلى الله صلي عليه وسلم صلي مبارك فشوف عادة. انظر إلى الأسلوب التربوي الذي خاطب به الرجل مم. وانظر إلى تدرج الأسئلة كيفما يعني حضرتك أه أه الرجل الراجل جاي بشكوى وجاي بدهشة وجاي بيسال طبيب البشريه كلها آه بي وسلم بيت هيتخرب دلوقتي آه ودنيا نعم وربما الدنيا. تقوم بين القبيلتين اه كارثه آه بين يعني البطنين من القبيله آه اللي تنتمي آه 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 اليه الزوجه آه والزوج ربما اتهام آه في العرض يعني اتهام في العرض آه ولو ان رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم, صلى الله وسلم, وسلم, وسلم ليس بنبي ولا يوحى اليه لساير مكان على عصره نعم قال له مثلا مين بيخش عندكم اسود مم. صحيح يبقى صحيح. على طول بقت مصير يروح يدور على اقرب واحد اسود الجار اللي في الخيمه اللي جنبه او الخادم او كذا او تبقى مشكله شوف بقى اللي حصل ايه انه اخدوا اولا الى إيه ما يحد عشان خاطر يفهم م. وفي ذلك مراعاه احكام أه المخاطبين واحوال نعم. المخاطبين نعم هل لك من ابل هو عارف هو بيسأله في ايه ما لوش في الوراثة فلما راح للابل خدوا السؤال الثاني بيكلموا عن موضوع الالوان ايوه خد بالك م. اللي هو جاي يشتكي منه م. الابيض والاسود م. فخدوا في الابل قال له الوانها ايه بقى اللي انت جاي تتكلم فيه فلما رد بالرد السائد اللي هو الحمر راح خاب له خد له المنت... المتنحي ما قالوش بقى في سائد ومتنحي وكروموسوم نعم، نعم، وتوريث كلام ده خالص واحترم عقليته فاحترم عقليته فراح قال له هل فيها من أورق ما فيش أورق واحد في وسط الحمر دول والنبي صلى الله عليه وسلم يدرك تماما ويعيش في الصحراء مم. ويرى الألوان الابل مم. فلما ساله ذلك قال هل في ان فيها لورق مش أورق واحد مم. ده فيها شويه كثر نسبه مم. نسبه ورق كده فالسؤال فال... الرابع بقى خد بالك بقى عايز يقول له زي ما كنا هنفسر لك م. حكايه ابنك أيوة. اللي طالع بلون مغاير من غير ما يبقى فيه بأس ومن غير ما يبقى فيه خطأ من غير ما يبقى فيه اي حاجه خالص نعم أن أتاها ذلك جلها منين هذا يا عربي فإن م. أجاب كان بها لا. وإن لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم يفهمه فانتزع الإجابة منه قال له لعله نزعه عرق أي غلب عليه عرق م. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة التي سهل خروجها حينما تعلق الامر بالابل طيب. وصعب فهمها حينما تعلق طيب. الامر بشرفه. بابنه هو نعم, شرفه نعم بابنه هو نعم. فقال له وابنك هذا نزع عرق فاطفأ نار نعم. الشك في قلبه نعم. وافهمه وافهم الامه والبشريه جميعا نعم. منحا رائعا جدا من علوم الوراثه نعم. من قبل ان تكتشف هذه العلوم بشكلها الحالي نعم. وبتفسيراتها العلميه المتوسعه حاليا نعم. يعني آه... اعزائي واحبائي المشاهدين يعني هذا الحديث هو حديث اعجازي بكل المقاييس بفضل الله عز وجل يعني مش عارف يعني والله يعني هذا الحديث تحدث عن صفات وراثيه واشياء سائده ت... ومتنحيه نعم, و... نعم يعني وتوصل الأمور كما تفضلت حضرتك في بدايه الحلقه يعني توصل اليها العلم حديث نعم منذ مئة عام او اقل او اكثر يعني نعم أن... يعني وربما نعم وربما في تفصيلات وصلت في الهندسه الوراثيه يمكن من 40 سنه يمكن يمكن العلم ابتدى يتطور بشكل اكبر من من حوالي 40 50 سنه نعم،, نعم تمام طيب الحديث تحدث عن الصفات الوراثيه يعني ما هي وكيف ذلك نعم الحديث هذا نعم. الحديث المعجز فيه بيان نبوي يسير تمام. للصفات المتنحيه مم. المحموله على الجينات اللي مم. احنا عرفناها في اول الحلقه اللي هي المورثات لا تتنقل من خلالها الصفه الوراثيه من الاب الى ابنه مم. او من الام الى ابنها تمام هذه الصفات الوراثيه المتنحيه ربما لم تظهر في جيل او في عده اجيال م. لكونها قد سبقت اي غلبت او نزعت بجينات سادت عليه وتظهر فجاه على احد افراد جيل, جيل لاحق فتثير بظهورها الدهشه وتكون بمثابه المفاجاه التي تستحق الاهتمام ويبحث فيها عن التفسير. النبي لم يرتبك ولم يندهش ولم يعني يتوقف ولم يسال اسئله من شأنها ان يعني يجن جنون السائل من خلال هذه الأسئلة م. ولكنه فسر بشكل بسيط جدا ظهور صفة متنحية م. في جيل لاحق لم تظهر على أسلافه من الأجيال السابقة م. وهو لون الغلام الأسود في قبيلة يتميز معظم أفرادها إن لم يكن الجميع باللون الأبيض بدرجاته م. ف وهذا الذي أشار دهشة السائل وهو الصحابي الجليل ضمضم ابن قتاده رضي الله عنه الذي عبر عنه ابو, أبو هريره بقوله الرجل الفزاري نعم. نسبه الى بني فزاره التي ينتمي إليه ده, ده طبعا البيان النبوي اليسير م. خد بالك من جمال بيان النبي صلى الله عليه وسلم م. انه ما يخشش في النواحي التي تباعد عن اذهان القوم بالتأكيد من اعلاهم الى ادناهم بيحترم عقول الناس نعم. اللي هو بيخاطبهم نعم. يعني نعم, أحسنت. نعم واخذه وفي نفس الوقت لم يتجاهل ما قالوش انت مش هتفهم ده خطوه خطوه من خلال اربع اسئله متدرجه حتى انتزع الاجابه منه هو م. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينطق عن الهوى كان يعني حريا به من اول ما يقول له ان امراتي ولدت غلاما اسود كان قادرا صلى الله عليه وسلم هو موصول صلى يقول له واركا. خد بالك في صفات ظاهره ومتنحيه مم. او بيسموها الكامنه احيانا الصفات المتنحيه يقال لها الصفات الكامنه مم. التي تكمن ولا تظهر مم. الا أه. 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 تختفي آه تتنحى جانبا صغيره كل كذا جيل فهذه الصفات الكامنه او المتنحيه مم. كان قال له دي وابنك هذا ينتمي الرجل لو سمع هذه الاجابه ما اقتنع لانه لا يفهم الصفات المتنحيه والسائده والكلام ده انما اخذه بطريق فيه اسلوب تربوي راق يرقى الى الاعجاز وفيه ايضا الناحيه العلميه يسيره تفهم من غير تفاصيل تذهب بلب الرجل بعيدا صلى, مبارك صلى الله عليك. عليه وسلم وبارك الله عليه نعم طيب في العصر الحديث نعم. لو حدثت هذه الواقعة وهي حدثت بالفعل نعم حينما اهتم ابتدى بدا العلماء يهتموا يعني هذه الواقعة اي وقعه الغلام الذي لونه مخالف حدث امام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الاعجازي نعم. هذه الواقعه حينما تمت انقلب يعني الاوساط العلميه والاعلاميه. نعم. يعني يعني الدنيا اتقلبت زي ما بيقولوا. نعم. ايه اللي حصل؟ وده ازاي؟ حصل لا شك وغيره. نعم. و و ولكن لم ينتبهوا ان هناك حديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. آه تم ذكر فيه ادق التفاصيل تمام وبالردود وبفهم و ومنتهى العلم نعم. تمام في منذ اكثر من 1400 عام. نعم احسنت. الحقيقة إنه ده حصل في سنة 2011 مرتين قدرا كده في دولتين مختلفتين ولكن كلاهما دولة م. أفريقية نعم yeah. آه 2011 م. يعني لو شفنا غلاف جريدة ذا صن واحدة من مشاهير م. الجرائد العالمية م. تركت أخبار السياسة وأخبار الحروب وأخبار الأرض وأخبار الدنيا كلها وحطت على الغلاف الرئيسي بلاك بيرانس وايت بيبي وصورة الأب والأم ومعاهم البيبي بتاعتهم البنت اللي طالعه باللون الابيض الاوروبي الشاهق م. وهما الاثنين من دوله نيجيريا سواد كاحل اه معروف نا. طبعا لون الاخوه في افريقيا م. وفي نيجيريا كدوله افريقيه م. ان هو اللون الغالب هو اللون الاسمر م. واللون المتنحي هنا ظهر فجاه بشكل البنت شقراء نعم بيضاء ولون الشعر أشقر عصر ولون الضجر. العينين أزرق هم. والأبوان نيجيريان أسمران بكل الصفات الإفريقية من أولها إلى آخره وهي حالة نادرة جدا يعني حيث وصف الوالدان نفسهم الدهشة التي اعترتهما هم. يقول جلسنا كلانا نحدق فيها بعد الولاده من فرط دهشتنا <applause> <applause> بص خد بالك نفس الحال بتاع ان امراتي ولدت غلاما اسود الحاله هذه على الرغم من تقدم علوم الطب وبالتحديد علوم الوراثه حيرت المختصين في الجينات الوراثيه اذ ان الوالدان إذ ان الوالدين لا ينحدران من عرقيه مختلطه يعني مش جايين زي مصر. عندنا مثلا في مصر تلاقي الاسمر وتلاقي الأمحي وتلاقي الابيض في عرقيه مختلطه فتلاقي الماء للسمار وفي الاسمر خالص وفي الماء للبياض وفي الابيض خالص آه وصف البروفيسور راحوا جابوا بقى رئيس قسم الجينات البشريه نعم بروفيسور براين سكايز رئيس قسم الجينات البشريه م. قال انها حاله استثنائيه م. وبدا يتكلم عنها قال لك حتى يكون الطفل ابيض لابد ان يكون للطفلين للوالدين اصولا بيضاء وتفسير ذلك في الاختلاط العرقي وتحمل الجينات آه يعني آه لبشره بيضاء واخرى سوداء وبالمثل يحمل الرجل جينات متشابهه في حويناته المنويه والكلام ده اتنشر في جريده تايمز يا رب يكون الصوره قدامنا للانسه اللي هي اللي اتولدت بيضاء دي ان ماتشي ايجو واتنشرت طبعا في الجرائد العالميه وانا من ضمنها كنت يعني جايب للساده المشاهدين نا. غلاف جريده صن والاستغراب الكبير الذي تحول الى العلماء وقالوا ان حتى شعر الطفل غير عادي بالمره وقالوا ان هذه الطفله نفو ان الطفله تكون من صفه الاشخاص المهق مم. اللي هو الامهق او الالبينو بيه. اللي عنده اضطراب وراثي ده نزله طبيعيه جدا ما فيش اي اضطراب وراثي خالص بصفتها الوراثيه و... الطبيعيه نعم. ولكن آه. نعم. الجين والنفس... المتنحي هو من ظهر يعني. نفس الحاله حصلت في الكونغو في نفس السنه مم. اسره تشيبانجو وادي الصوره يا رب تكون موجوده معانا آه الكونغوليه آه هذه الاسره وادي الطفل الصغير صورة. الابيض آه. واضح جدا جدا م. ويعني هذه الاحداث في عصرنا الحديث التي استدعت ان تلقى للعلماء الكبار في الوراثه ويحدث حاله من الاستغراب ومن التفاسير العلميه والجرائد وتصورها الفضائيات وغير ذلك نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الامر بيسر وبيانه للرجل بشكل نعم. واضح جدا نعم عشان الوقت في دقيقه واحده نعم يعني عايز اقول الاعجاز التربوي نعم. هذا الحديث نعم رساله كده احسنت. آه. هناك ابواب من الاعجاز التربوي في هذا الحديث، م. اولها اخذ السائل الى ما يحدث عشان يفهم م. ومراعاه احوال المخاطبين من درجاتهم العلميه والثقافيه. ايوه مهمة. دي يعني دي همسة دي همسة في نعم. اذن الخطباء والعلماء نعم, نعم. والمدرسين والمربين آه. آه. بالتاكيد آه. آه، نمرة ثلاثة، وده باب هام جدا جدا التدرج حتى يفهم آه، الذي تشرح له الأمر. تدرج نمرة أربعة إلقاء الأسئلة التي تحرض على الفهم وعلى استنباط النتيجة. أيوة فآدي باب رابع من م. أبواب الإعجاز التربوي المعديد. عشان تشغل مخ القدام نعم. آه. نمرة خمسة، وهذا برضو يعني النبي صلى الله عليه وسلم راعاه أنه آه لم يأخذه بعيدا آه كثيرا، مم. الأول لما قال له إن امرأتي ولدت غلاما أسود، مم. رد الأول بسؤال يبدو إن هو بعيد، هل لك من إبل؟ قال أنا جاي أتكلم في ولدي إبل مم. إيه دلوقتي؟ صحيح. فلما الرجل لما أنت تعلم واحد حاجة وتاخده بالمثال مم. لحاجة صحيح. ما تبعدش أوي بقى، مم. إرجع تاني بسرعة للأمر اللي يهمه أيوة. عشان يركز معاك، فجيه في السؤال التاني على طول وقام للأمر اللي يهمه اللي هو إيه؟ أمر الألوان نعم. قال له هل فما ألوانها؟ على طول كده مم. فلما بدا يجاوب في حكايه الالوان خدوا بقى للحاله المشابهه لحالته بالضبط ولكنها في الابل والتي يراها بعينه كونه من الاعراب ويعيش في وسط الابل ويراها يوميا نعم احسنت شكرا موصول لك ربنا يبارك فيك يا دكتور دكتور محمد العجرودي عضو الهيئه العالمي العالميه للاعجاز العلمي في القران والسنه شكرا جزيلا لك جزاكم الله ربنا يبارك فيك وينفع بيك مشاهدينا الكرام في نهايه هذه الحلقه رساله كل يوم سطر صغير او نص سطر خمس ست كلمات الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعم نهايه الحلقه دمتم في امان الله والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته